الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. باب التدبير، باب يكلا باس تدبير يكيك لو اشتانيك بحسي لأكري الأبواري عتقا تدبير، تدبير تعليق عتقا بما بعد موت كابراب عبدكي ألي أقر من مردمته آزاد به لبروين موت دبوري حياته، يعني لدواي أوايا حالبي، يعني دواي أوا إثيوبيجن تدبير جاء التدبير روحه أو شر قربته قربته للأخوان الزكية، وهو أن يقول أويا بيجي إذا ميتوا فأنت حر أجر من مردمته أزادي. ما له؟ أو دبرتوك يا بيجوا تدبير مكردي أو أنت مدبر. أو توم كرد عبدي مدبر، تو عبدي مدبر، ويعتبر من الثلث وأمل الثلث مال حسيوة. يعني مثلا كابرا وقت يا كوتي أو توم آزاد كردو وقت يا كأمري مالك كل حساوة كري باي هر شنيبي أو بياو ثلث يكي هي خوياتي جاء أم عبدي شك تدبيري كردو وقو سيد وايا لثلث مال حساوة كري اجل سو عبدنا تو نه بو فرا كات بو وا يعني اشي بو كيو له هر كيو به هر عبده هر يدوزنو اسم زبر الاخوان مشاركوان داني عبد بيدي راسي بروبت هاي راسي بروبت اتواني خبو من مطلق التصرف، والصحيح أم تدبير لكسي كمطلق التصرف من الرشية تشتنب، وكذا من مبذرين لا من صبي لمبذري شو كمطلق التصرف ما خير مبذري يعني هلا خرج عالي إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، يعني جزب ما رو ناقرن هكيك يعني بس شو روش لبيني بل لو شو درسة أما لم نارو دروزنية. ويجوز تعليقه على صفة ودرست أو تدبير تعليقه بصفتكو مثلا في بيجي كاك إن دخلت الدار فأنت حر بعد موتي أقر شويتا أو مالا كأمكاركي قرنجي هلو مالو هدفي أويا أمشي بو أويا أواتو حري لدواي مرقم، فيشترط الدخول قبل الموت بس بو أويا كلدواي مرني أزاد بي حتما نبي بلا مردني كابرا أمشو بيتا مالك. وإن دبر بعض عبده أو كل ما يملكه من العبد المشترك لم يسري إلى الباقي باشا تدبير وكو عتقنية أقر بعض يقل عبدكي تدبيركا يا كل ما يملك لعبد مشترككي تدبيركا أواسر أدناك أبو الباقي كل ما يملك مثلا تولق الكابرايك شريكي لعبدك الله يوامن بشكي خم تدبير كرد أنت لازم ناقها هم يتدبير كي أو يتربية تسرع حالبي باقي كي يعني تدبير كي تو سيرات ولا باقي كناك كجها عتقك سيرات يكرد ولا أما سيرات ناك. ويجوز الرجوع فيه بالتصرف لا بالقول، والوقتك عبدك وتدبير كر رجوع كيادرست بشمانوي ولا بتصرف ناق بقول مثلا بيني عبدك بفروشي تو تصرفك لازم هذا فروشي تيتر قسكيت وبود وعي بيا خينا بأجر مثلا تومر دي أو آزاد بي. ولو أتت المدبرة بولد لم يتبعها في التدبير إن جاء أقر أو تدبير كراوة أقر أفرد بو إذا كابرا جارية كي تدبير كردوة حالبي لدواي أو كتدبير إلي كردوة منالك يببي حالبي منالك عبدة نالي جنك آية وقتي كجنك مثلا تدبير كراوة لدواي مردني كابرا آزاد أبي أيا من علاقش آزادة على سيرادنا قبل أي من علاق عربي. ولو أتت المدبرة بولد لم يتبعها يعني أول تابعي دايك كينابي في التدبير لتدبير كذا بأن حملت به بعد التدبير وولعته قبل موت سيد وإلى عتق تبعا لها آزاد وإلى عتق لعيد قوابه تبعا لها لأن الحرة لا تلد إلا حرة بل بأن حملت به بعد التدبير يعني دواي مثلا تدبيري دايك كي كردوا باشا دواي تدبير كران
دايك كي حاملة أبيبا أو منالة وولعته قبل موت يعني برل وشك سيدك بمرية منالة كي بوه آية أم منالة شهر مدبر حسيوة بره وإلا يعني وإلا أجر أوان به يعني أجر قبل استدبيرك حامل أبو به يا مثلا بره بعد موت سيد شن بعد موت سيد شنك عزاد به أو اختمنا على كيبوبه لو كاتدا تبع عزاد به بتبعية لا هناك بتبعية لا ذلك كي شنك قاعدة كلية أن الحرة لا تلد إلا حرة عفرتك أخوي حر به بولد ناير إلا حر به كواتا عبد أبي دايكي جارية بيت دايكي عبدك حالبي اللهم قال لشر اشتاد ذي الكري أما باسي أوابو باسي تدبير أما باسي كتمانة باسي كتابته كتابت قرارداد لبرايك قراردادك اللي بين أنوسريه بيالن عقدي كتابة مكاتبة بعبدك بيال عبدي مكاتبة يعني عبدك كتابتي بكراوة قرارداد بس إذا قال سيدك يا سيدك إلى سر مبلغه بول يا لسه هرش تكتر على تو أعواب كبو من يا أعواب بين بو من مني لبرا برا أزاتك قرارداد كانوسن كتابة دوايا على وهي عقد عتق بين سيدي والرقيق بلفزها بعوض مؤقت بوقتين فأكثر الكتابة قربة تعتبر أميش في الصحة من رأس المال باشا اعتبار دكري أو كتابته بوصحيح بونكي يعني عند ننا أري عند صحة سيدي لكاتك كسيدك صاغبي لرأس المال حساوة كري ولي أقل لما رزي موتا أو كتابتي كردبي لسلوس حساوة كري أو. ولا تصح إلا من جائز التصرفي أم كتابتش فقل جائز التصرف ودرسته لمطلق التصرف ودرسته مع عبد بالغ عاقل أو إذا قال كيبيك إذا قال عبدك كيبيك كعبدك بالغ بي عاقل بي على عوالين لبربر عوزابي عوزكش في الزمن لزمي عبدك بي معلوم الصفة عوزكا صفتي معلوم بي في نجمين فأكثر لدو قيستايا زيادة لدو قيست بولك إلي ساني يعلم ما يؤدي في كل نجم بإيجاب منجز وبزاني أويك وأدائك أيدا لكل نجم لكل قستك باشا بشي بإيجابك منجز بيدا أو مثلا أدمينك أو كتابة بو أكم لبرابري أو فولا معلقينك باشتيك يترو هر أو بمنجز بيلا وهو وكوشي كاتبتك على كذا ولا سر او مثلا مبلغ كتابه من قال كتي كتؤديه تو او ما لبد في نجمين لدون نجمه ككل نجم كذا هل نجمك او نبي فاذا اديت فانت حر جاء قال وتحر وقبول يعني قبول ولا يجوز كتابه بعض عبد الا ان يكون باقيه حرا جائزني كتابتي بعض العبد والله وبعض تمكر بمكاتب ما قر باقي كي حربه باقي كي تري حربه بو أو بقسمتي كماوات وأنا كتابتي بوكري ولا تستحب إلا لمن يعرف كسبه وأمانته ومستحبني أو كتابة بو مثلا عبدك بنوسي ما قر وابزانريك أم عبد كسبك بناسري وأمانتك بذلك كسبي جوانك أو أمانة داريشة وللعبد فسخها ولعبدك وتواني فسخ أو كتابة بكامة شاء أما وليس لسيدي فسخها سيدنا تواني فسخي كاتب تازة إلا أن يعجز المكاتب عن الأداء ما قال مكاتبك أنا تواني أداك يبكاب ولا يبدا وإن مات العبد إن فسخت أو سيدو فلا أر عبدك بمريا عقد كتابتك فسخ ويتو ولي أقل سيدك مرينا فسخنا أو عبد حقي هي فولك بير بوارسيني سيدك أزاد به ويلزم السيد أن يحط عنه باشا دي جراءتنا جزءا من المال ولازم يصير سيدك كداش كيني لعبدك بشك لو ما عليك قرارك الوبياتي درسلك إلى داش كيني وإن قلباك مش بك كي داش كيني قبل العتق بل أزاد بون أو يدفعه إليه يا بياب خوي لدوية
هو دوة شريك لسليس اللي قال تعالى وآتوهم من مال الله الذي آتاكم يعني بياندني لو مالي خدايك خواب إيوه يبخشيوه وذلك إعانة له على العتق كما كي ممكن بعتق كيبو آسال أنجام بدري بالغ وفي النجم الأخير اليقول لنجم أخيرا ما باشترى ويندب الربع ومندوب يكشوارمي بيني نك تنيا مثلا يكشوارم في بينك تنيا بكم اكتفاء بكين فإن لم يفعل حتى قبض المال رد عليه بعضه أجر هاتو أو كاري نكرت حتى قبض المال يعني أو معلي ندابهن أو حطي نكر حطكي أجيب جي نكر حتى قبل ما تمالك والقرد رد عليه بعضه شبع زكي بيباته شن أبو أو ركيب وداش كان دايم ولا يعتق المكاتب ولا شيء منه مكاتب نخوي أزاده نبع زكي شي اشتيق له ويملك بالعقد منافعه أكسابه وبو عقدك أيكا منافع عبدك أكات ملكي خوي باشا وكسب كان كسب عبدك شبه تملكي أوكات ما بقي عليه باشا الله ولا يعتق المكاتب ولا شيء منه ما بقي عليه شيء يعني تعال لو كتابة قرار يقول لو قرار داده اشتيك بسر عبدك وبميني نخوي أزاده ونبع زيكي شي بيجي كاكا والله ونو الدرست مثلا فولا كم دعوة بان نو الدرست ما أزاد بيدا درست نعم قبولني باشا ويملك بالعقد منافعه أكسابه كذلك من منفعتي عبدك وكسب عبدك يبو حلال أبي با عقدك وهو مع السيد كالأجنبي بل وهو بلام أو كالأجنبي والشوارع بل في بيعه والشوارع أري يعني عبدك لقال سيدا وأجنبي حسابك يعني أنت أكرشتي لي بكرشتي بيه بفروشي لو مجاله وما مثلا أودميك مكاتبة كلا فيها إذا تازا كارو كاسبيكي بسيلة كيمين بري والله المكاتب بس ولي أوانه ولا قش يربى سوالي وبالزكاة وأني وني وفي الرقابي بشكي أو آخر من الزكاة وهو مع سيدك الأجنبي يعني حسابي أجنبي بوكري لأنه صار بعقد الكتابة كأنه خرج منه ولا رنجة نشيك إيش بينك؟ ولا يتزوجون أبي جنبيري ولا يهبون أبي شد ببخشة ويبفلك يتوكل ولا يعتقون أبي آزاد بك ولا يحايي يحابي عليه إلا بإذن السيد هرزان فروجناك شد بهرزان بدأ أمان ما قرب إجازي سيدك بزيادة في الثمن إكراما للبايع ثمنك زيادة أو بنقصان من ثمنها يعني مثلا بلا أبالي قري تقريبا يا بأسان قرتن وقبر ليز يا كي لي كم كي أوانات وأنا بك باشا ولا يجوز بيع المكاتب يتم مثلا من كتابة بو عبدك مكردو حق مني أبي فروشم ولا بيع ما في ذمته هروا هاد روزني فروش اشتياك لزمي عبدك دايا شيء لازم يعيش يعني على ذمة مكاتبة كاتوا شيء بفروشي من النجوم إلى قسط كان باشا قسط يقبل بياته ولو كاتدا توشي اشتكاني أو بفروشي وولد المكاتبة يعتق إذا عتقت ولد مكاتبة من جارية كورا جارية كي مكاتب كردوه باشا من أرى لسكياتي أجر وقت يقبل مثلا خوي أزاد من أرى كشي أزاد وما وصل إجازة هي جماعة لوكي وقت مبادرة كده جازين جماعة رنجة ببيع من منال كان أزاد أو بنكاح منال كده بتعبد أي بوشي جروزنية مثلا بوية تحرر ويسابه كابرا حقينية جارية معركة فصل في بيان حكم أمهات الأولاد يعني دايكي منارة
الله وإذا أولد جاريته يعني أجر جاريك هنايا من البون واتمنالي كرب جاريك يعني جاريك لاقى كرد من البو أو جارية يملك بعلها باش جاريك خوي يا جاريك تاهي خوي نيا مثلا أولد جارية يملك بعلها يعني بعزق مالكي بعزق لجاريك يا أو جارية ابنه يا مثلا جاريه كركي منالي كرب جاريه كركي باشا فالولد حر ولدك حر لو كاتا والجارية أم ولد جارية كش دبيت أم ولد له لبو كابرا فيعتق بموته هربوا بعد تدبيري شينا كربي بمرقكي بمرقي كابرا آزاد دبي يعني قم من دالي سيدكي لازق دابي وليو هر من دالي خوح يصير دكي لتازا تم الله سيدك ايه حجم سيدها المعروشينك هر ملكو يمين بملكو يمين اري والله تختيك مانا له ف ازاني شونا جاء دور كاسكسي لكن هزمي اواج بنظري من آسانة شونا عيسا خو نكاح شر خواه داي هنا ادي بوبا نكاح مثلا حلال يتري بملكو يمينش تو اتصور ك بو حلال بوني مثلا افرتو فيا ولا بين اخوانا دور ريقه ايه كان ملكو اليمين ايه كان نكاح يتأوى ملك اليمين كبو أو دست آفرتيك آزادني ولا جارية محدود نية جارية تلاقي هر هزارك يبكي نا ولازم ناكا حميش اللاقة كردن بي كابرا هيا بي جارية شي لاقي يك دانشي ناك أتواري لاقي هر هزارك يشيبك بله بوي جائزة بلا منية زور جارية وهي أو رابطي وانية وقية مبيري ليه كينو رابطة كي بين جارية و سيد وقتي وهي لجارية لرابطة بين باوكو فرزاني محكم تله زور مهمة زور جارية وابو أو جاريان لخانوادي سيدة كانيانا أصلا خاواني الرأي لمجلسة مشورتيان في أكري مثلا كساني آوا قوران إيسا أما كابو وبأمي ولد مثلا تازبو بدأي كي من على كاني دواي مردني شي آزاد أبيت هاي سفر بانه مرة بعيرو كابلا بالجيم عشان يهيد جاني جواني أو بارد يشوار لنا جاريه نبي الأخير شواريان كهرب نال خاطبه نديب من الأركاني أزاد من داري أوجه عريه من الأركاني أزاد بمن كل يمينه بنكاح نيا والجارية أم ولد له فتعتق بموته بمرج كابلا أزاد به ويمتنع بيعها وهيبتها وإتم ممتنعة هذا كابلا بفروشيا هي بكاكاك هو من علي خوتي لسكانات واني بفروشيا تازه من علي هو اما ام الولده تازه فقط بالنسبه او بياوه وبرديه اين اگر او بياوه بمريه تبردي كزنيه ام بياوي شنات واني بفروشه بيج جاري خو ما يفروشم حالي خدي من دارك لدايك بي ازاده ازاده من دارك يعني جاريه كان تازه دواي ام نارشه ام بياونات واني بفروشه نا ناتاني بيبخشونات واني بفروشه ويجوز استخدامها و وإجارتها وتزويجها وكسبها لسيدي وجائزة ولا استخدامك مثلا بخاطر كاري بيبكا وجائزة بياب إجارة مثلا هو ياب الرنجور مثلا وتزويجها جائزة بياب شو باشا عريت وكسبها وكسب كردي اشتكي بياكر وانا بو سيدكيتي وتا سيدكي معه شو اشتكي هربو سيدكي كاركا مزوز شو كادو قاليكا عريت الرواه كارك. أنا أقول شوي كر تازة حقيني نزكي بكيته وسيدكي. سيدكي نعني تنزكي لنا كنا. بالله وسواء ولدته حيا أو ميتا وكيف خويتي مثلا من على كي بزين ويا بمردو بيها لو أحكامي هي أزاد بيومنا لكن لو لم يتصور فيه خلق آدمي لم تصير أم ولدين بلا أجر مثلا من على كي سقط بو يعني بكو بلا بريخست. من علاقة إلى بارشو من علاقة خلقتي إنساني تيا تصوير نببو يعني صورتي إنساني معلوم نببو يش تازور تشكولبو بلين تازا قرسابو آلو كاتاكا وتسرخوانو من علاقة بو أمانا يش تاز صورتي إنساني تيا نبو بوانا ببأمي ولد هاو حالب ولو ولو أولد جارية أجنبي بنكاح أو زنا فالولد ملك لسيدها بلا مقر كابرا شيء باشا شيء تلاي جارية أجنبي كابرا كيتر شو تلاي جارية أم جاريانا دردي سليشان زور بوها
لبر اوي كعادتي ان بفرمان قرتن كردو امانه كاس هر ده سوره كي پیدا بيتن خيرا قبول يان كردو اسا بنكاح بيا بزينابه مثلا كبره شو جاريه كسه كي ماره كردو يا شو زينه لغل جاريه كسه كردو مناله كي لبو مناله كش ملك بو سيدك بو سيدي جاريك حالبي يعني سيده اولا في نبي وثاني اريا چونك اما هناك جاريك مثلا داوا بشو بكسه كي ايسا ايجاو كسه ازار بي حرج بحد بارا اخشن لهنا للرق لحريته من التابعي دايك على نسبة مثلا تابعي باوكا برام لا مثلا حر الرقه تابعي دايكيتي يعني هكسي هو ثاني من رجل بو أريه ومن على كان هي أو كسنية هي سيدة كيه هي سيدة جارية كيه أو بشبهتين يا بشبهة بس كبرى نيزاني وأم جارية يا شو أبو مال يعني باش اللي هو مثلاً شوبه ولا جوجنا كهلا شو أنا كخوتونه أو خش تاريكونه تكشرا ومرانا أبو أمانة مش ويشتتي شيء أبو نزكي جنا كي خوي حالبي لو كاتاك ويشتتي خلاص خوي كروب باخلي أو جارية لا كار لكارت لازاوة دي دعاية منالك إليم ومنالك حرة آو تاني فلو ملكها بعد ذلك لم تصل أمه والتي جاء أقل أم بياوك بشبه لاقي أم جارية كردوا مثلا شيء جارية لصاحبك بسينة بيبت ملكي باشا آية لدعاية شنو منال هو منالي هي لم بياوة أم بياوك إسب وسمالكي قبلا بوت إشبه كمنالك إليها وايا أكري بيجن أما أمي ولد لنا وحالبنا فلو ملكها بعد ذلك لم تصر أم ولدين ما قال ولدك يتري لي دربيني أو دجاية ما وفق بني شو وفق بني شو